اكبرها لا تزال مشكلة حسام غالي. طبعا اكبر مشكلة قابلتني هي مشكلة حسام، والحقيقة اللي بيني وبين حسام اكبر من المشكلة بكتير. ويمكن بالمناسبة احنا في مباراة السوبر اتقابلته، اتقابلنا وبعد فترة الغياب دي من كلها ساعتها ما كنتوش سلمتوا على بعض، من ساعتها ما شفناش بعض في اي مناسبة. المناسبة اللي جمعتنا مباراة السوبر اللي فاتت. وكانت مناسبة سعيدة جدا. اتقابلته ازاي؟ اتقابلنا، حسام كان بيشتغل في الاستوديو اللي جنب مننا. وانا كنت قاعد في الاستوديو بتاع اون. وهو كان داخل يسلم، كان طبعا معايا الكوكبة اللي موجودة كلها. كابتن ايمن وحازم امام وكابتن سيف وكابتن عماد متعب. كل الكوكبة الكوكبة اللي كانت موجودة هناك في ابو ظبي. هو كان داخل يسلم على المجموعة اللي موجودة، واتقابلنا هناك وكابتن سمير محمود عثمان. فدخل طبعا كنت انا موجود مع المجموعة. كويس. بالاحضان، خدنا بعض بالاحضان. والله لان اللي بيني وبينه مفيش اكتر واحد يعرف اللي بيني وبينه هو بس. ما ترددتوش يعني لحظة خالص؟ انا كنت قاعد على الكرسي وهو يعني هو عدى وجي. انت مش شايفه؟ لا انا شايفه. شايفه كويس جدا. وكنت قاعد مستني ايه رد الفعل الموقف يعني. رائع يعني حسام والله. هو ده عادتي بحسام. حسام من الناس اللي عارفها كويس. واللي بيني وبينه هو عارفه كويس. غير المقابلة اتكلمته؟ لا، هو سلم وكان عنده شغل. هو كان سلم وكان عنده شغل. فسلم علينا كلنا وكان عنده شغل. انا الحقيقة كنت مبسوط قوي من عشان انتوا اصحاب، عشان احنا اصحاب، وعشان محدش يعرف الموضوع غير انا وهو. يعني محدش يعرف كواليس الموضوع. بس هي المشكله عشان انا عارفك كويس وعارف حسام كويس، انت متمسك تماما بوجهه نظرك وهو متمسك تماما بوجهه نظره. يعني الحمد لله ان انتوا جميل، رب صدفة خير من الف معاد يعني. ودي حلاوه الكوره. وبرضه قول لها فضل ان انتوا تتصالحوا. دي حقيقه، احنا اجتمعنا في ده جميل يعني.